يلا يا شباب الآن راح نقضب الخط باتجاه أربيل. هذا هو الطريق. طبعا احنا تأخرنا بالخروج ولذلك راح يجينا الليل على الطريق فيحتاج انتباه اكثر. والله يسهل ان شاء الله. المشكلة بعد الطريق سايد واحد رايح راجع و هذا سلاح وقاعد يرمي هني. المشكلة الطريق سايد واحد رايح راجع رايح راد او راجع كيفكم، وكله شاحنات بهالشكل. والله يسر من بالليل. في حركة عرفت يعني شارع مو مقطوع، لا في حركة. ويا زين النهار وأجواء النهار. تقريبا احنا نبعد عن مدينة أربيل 135 كيلو، بس 135 كيلو راح ناخذها فوق الساعتين. يعني شوف 135 كيلو مو كثير، بس راح ناخذها فوق الساعتين بسبب الطرق والازدحام والسايد واحد والشاحنات وكذي. والامور طيبة يا الحبيب ودربك خضر. Let's go. طبعا اذا رحنا اربيل وبدأنا في رحلة العودة الى الجنوب، جنوب العراق، راح نفتقد هذه الاشياء الجميلة، الطقس والخضرة والجبال. ولكن هناك في رحلة العودة كذلك في أماكن احنا ما مرينا عليها يا شباب، ففي رحلة العودة راح نتجه إلى مواقع جديدة إن شاء الله، ونشوف أشياء مميزة أخرى ونتعلم. شفتوا هذا اللي شفناه كله في العراق؟ هذا يعني يعتبر على قد مشوارنا، عرف في أكثر بكثير، بس هذا على قد مشوارنا. يعني لو بعد لكم ما خلص، يعني انا من كثر الاشياء كثير منها تركتها لجولات اخرى. يعني اللي ازوره هذه المرة اتركها وازور الاشياء اللي ما زرتها في المرة القادمة ان شاء الله. بس شيء جميل التنوع في العراق، تنوع في التضاريس، في الأكل، في الأجواء، في المناخ، كذلك في البشر. شوف البشر متعاونين وكل من يساعد الثاني. حياة حلوة مان، حياة حلوة تمتع فيها ولا تنجرف خلف الأهواء اللي خبري خبرك، لأنه لو بتنجرف وراء الأهواء اللي بخبري خبرك كان الناس تعادوا وانزعجوا وتحاربوا، لكن كل هذه الحروب لأجل المصالح. خوش مكان هذا. كان الناس تعادوا، لكن لما الناس تطلع بكل حب وتحب تتعرف وتحب الحياة وتشوف، راح تتوالف الناس، راح تتوالف مع اللي مثلك، راح تتوالف مع اللي مثلك
بكل سهولة. أما النوع المتزمت اللي هذا تلقاه ما يتوالف مع أحد إلا مع اللي مثله، يعني اللي يحب الحياة ويحب الناس ويحب الخير مثل الدم أو، شفتوا الدم أو يعطي الجميع، هذا كذي. أما اللي متعنصر وهذا راح تلقاه مثل الاي بخيل ما منه فايدة، عرفت؟ بس ياخذ من اللي مثله وما يعطي احد، بس عفوا ياخذ من الكل وما يعطي الا اللي مثله. هذه هي الحياة. اخ ابو فارس متنام بالطريق، تقول قصص حق نفسك وتنام. مو الجو المنعش مع المقيب الهادئ مع الطرقات الجميلة، تحس انك كذي حاط راسك بحضن اسكندر ونايم. اسكندر طبعا يقويك، يعني ما عنده مشكلة يشوحك، الريال في شراسة يبي يحارب، يبي يحارب الطريق، الطريق والشاحنات والطرقات. هذا شنو؟ هذا هذا شارع قاعد يشتغلون فيه تحت، طريق جديد. فالظاهر ان هذا طريق مؤقت وغير جيد. الناس داشة هني، الظاهر هذا المكان اللي قاعد يصلحون الشارع فيه، وهذا الشارع مفتوح مثلا. يمكن بس عادي هني فقارة مرة مسكرين الشارع وحاطين هذول الحواجز، والناس عدي الحواجز وداشة بالشارع والعمال قدام قاعد يطالعون شنو هل دخلوا علينا، اوه قاعد نشتغل احنا هل الدراج كاملة، دراجات كاملة خلفنا. هذا واحد وهذا اثنين. جيك على ابو خالد ابو مساعد هذا ابو خالد ابو مساعد عاش الشباب. طبعا الاجواء والرايد يا جماعة ما له داعي اكلمكم، ما له داعي اكلم، الوضع فارض نفسه. وهذا كنا ناقصين واحد، وين كابتن علي؟ انا اشوف وراي حيدر بس ما اشوف كابتن علي. وين صاحبنا يا عيال؟ هذا حيدر. بس انا ما اشوف كابتن علي.
نخفف شوي لعل وعسى يبين. المفروض ان هذا ايه بين. الكابتن يمكن قاعد يصور زين، فيبي اللي يصور يبي سرعة خفيفة، عرفتوا؟ عشان ياخذ راحته. المهم تأكدنا انك تمام. ليتس جو ليتس جو يا ولد يا ولد ليتس جو. دربك خضر يا الحبيب، دربك خضر. دشينا نقطة حدودية، دشينا نقطة أمنية، دشينا نقطة أمنية، وقفونا وخلوا جوازاتكم وروحوا ورجعوا نفس المنفذ. قلنا يا معود وين نخلي الجواز؟ ما نقدر نخلي الجواز عندكم، راح نطلع من نقطة ثانية. وهذا ويكلم المسؤول ويمين ويسار. الحمد لله مشى الحال. الحمد لله على سلامة الشباب. صفطنا هني وصلنا الحمد لله ان ون بيس. فوقفت على الإشارة قعدت أصارخ مطعم مطعم. الحمد لله سمعني أبو مساعد. شوف بس أنا ما قدرت أشرط له، بس قلت له مطعم قال لي كذي أوكي. في أحمر وأصفر وأبيض ولا فاصوليا ترسي عاش غوزي فيه موجود غوزي. شوف شلون في غوزي حتى راح نجيب الماء الخلطة المعبوش. والله انا بنزل هذه وباكلها بروحي، بخليه يزدحها على الفحم بروحي باكلها. الحمد لله على السلامة يا شباب، الحمد لله على سلامتكم، سلامة الوصول. هايدر ترى هذا اليوم تمرايد تمرين تمرنته وعلى الشاحنات وعلى الحفر وعلى السايد الضعيف وطريق الليلي دوس دوس. بس هو شنو اقول لك؟ طريق بنكهة الدخان. شباب طريق سليمانية اربيل، طريق سايدين رايح راد مليء بالشاحنات، في خطورة شوية ويحتاج انتباه مو نفس باقي الطرق. يعني هذا الطريق ممكن أخطرهم قد يكون ليلا ليلا، بالنهار ممكن يمشي الحال مناظر، بس زحمة والطريق يحتاج انتباه.
والله هذه حركات طيبة. شنو هذا ابو عبد الله؟ لبن؟ هذا لبن براسه. اي ممكن تحط عليها مي ملح حسب الرغبة. لبن غربي الى الصين قاعد اشوف انا علي شقال. لا لا يعني خل كذي بالضبط. اي لبن مدخن اسمه. لا لا طابق الدرس اللبن. شوف 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 حركات. حط لك ماي؟ ايه طالع علي شلون يحط؟ لبن اربيل فد شيء موضوع. شوف لبن اربيل سوق مال السماوي. عوافي الله عافي. كباب اربيل. يلا ذوق يا ابو خالد. عيني سلمت. الو نزل الغوزي يا شباب. هذا الغوزي. يا سلام عوافي عوافي يا ابو مساعد. طبعا شفتوا الوضع هذا شنو ناقص يا شباب؟ شنو ناقص؟ زين طبعا الكباب شيء خيالي خيالي يقرب شنو من برا ومن داخل لذيذ. وطبعا هذا متواجد ها متواجد. تبي تيربو تيربو تيربو. الحمد لله تعشينا عشاء طيب. اكرمك الله كابتن علي ضيفنا جزاه الله خير. الله يعطيك العافيه. هذا قليل بحقكم والله ما قصرت للامانه. الله يجهل اكرمك الله والله يكثر خيرك. الله يسلمك بالعافيه ابو خالد عوافي يا وحش الجبال. بعد العشاء الطيب برفقة الشباب الطيب انقسمنا الى فريقين. فريق راح عند اصدقائهم وزملائهم الدراجين في احد الهوتيلات، واحنا توجهنا الى فندق. لقينا فندق رمادة وهذا اربل روتانا. هذا رمادة. وصلنا الى الفندق سوينا التشيك ان داخل الفندق. هذا مساعد قاعد يستعد يدش غرفته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وهذا المشبوه ابو خالد قاعد يسوي التشيك ان وياخذ غرفته رقمها 604 يا شباب. اللي يبي زوره 604. لا يدش مطعم يوقع الغرفه هذا 604 يوقع فاتوره. كفو طول عمرك قلبك ابيض. صعدنا يا شباب الى الغرفه تويلت شاور. جامع تمام بعد عشان حتى لما تلبس شيك على غرفتك. الغرفة خدمات كل شيء تمام والحمد لله. طير say hello. هاي how are you. مونتاج انتو دايما وياي. هاي الطاولة يحطونها علشان انتو دايما وياي في الموقع. شوف المسبح هني فوق. طبعا الجو مو بارد صقعه هني دراجاتنا صفطنا هني والحمد لله الامور طيبه. بعد رحله طويله جميله والله ما هي طويله. الرحله كانت 3 ساعات بس الحين صار الليل لان الشارع مو ذاك الزود مليء بالشاحنات وصغير يحتاج انتباه في خطورة. والحمد لله الله سلمنا وصلنا بالسلامة. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقتنا القادمة وأنتم بصحة وعافية يا شباب. سيو قريبا. محدثكم وأخوكم كويت ليدر يحييكم من أربيل العراق.
تشاو تشاو.